انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. فاشن ريبابليك هي شركة متخصصة في مجال الموضة. احنا عندنا قسمين مهمين جدا. القسم الاولاني هو إدارة عروض الأزياء واخراجها، وإدارة الايفنتس بشكل عام في مجال الموضة او الفاشن والبيوتي. وعندنا قسم تاني هو خدمات تسويقية وعلاقات عامة لأكاونتس أو بعض الناس اللي احنا بنمسكهم بشكل سنوي، بنقدم لهم خدمات تسويق وعلاقات عامة في وسط السوق المصري. إن شاء الله بإذن الله طبعا ليا الشرف إن أنا أنظم أو أساعد في تنظيم الإيفنت بتاع عرض الأزياء بتاع نيو كولكشن بتاع هاني البحيري إن شاء الله يوم 4 ديسمبر في فندق الفيرمونت. أخويا الكبير هو طبعا على الصعيد الشخصي، وعلى صعيد العمل هو من الناس اللي أتاحت لي فرصة كبيرة جدا، هو مستر محمد الصغير، إن أنا أتوجه برا لمجال العمل وأشوف الناس بتعمل إيه برا. تعلمت جدا 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 من هاني يعني في حكاية التنظيم، خبرة 25 سنة يعني في مجال الأزياء، فإن أنا أكتسب خبرة من بدايتي كمان الناس اللي مشجعيني من الأول. فإن شاء الله بإذن الله مستنيينكم تشرفونا زي كل سنة يوم 4 ديسمبر في فندق الفيرمونت لعرض أزياء الكولكشن الجديد بتاع هاني البحيري. بالنسبة ليوم 17 ديسمبر كمان عندنا ايفنت مهم جدا اسمه ذا شو. ذا شو ده برضو بيتيح للخليج، المصممين الخليج ييجوا يعرضوا الكولكشن بتاعهم بتاع خريف وشتاء 2016-2017 هنا في القاهرة. ان شاء الله هيحصل في فندق الفور سيزنز تبع شركة فينومينال، واحنا ماسكين اخراج عرض الازياء بالكامل. ده برضو مشارك فيه يمكن 6 او 7 ميكس ما بين المصممين الازياء المصريين ومصممين جايين من الخليج يفتحوا اسواق بيع لمنتجاتهم هنا او للكولكشن بتاعهم هنا. وزي ما قلنا قبل كده، مصر دايما بتستقبل دول ومرحبه بدول، لان احنا بنحب الموضه وفي تطور كبير جدا في مجال الموضه عندنا. ان شاء الله ده هيكون يوم 17 ديسمبر في فندق الفور سيزونز سنه 2016. انت وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتيوبس.com.